ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد القادر نعناع. دكتور عبد القادر، أهلا بك. دعنا بداية نتحدث عن أهمية ما تدعو إليه مفاهيم منتدى أنطاليا الدبلوماسي في ظل انعقاده وسط أزمة كبيرة تشهدها الآن يعني الساحة العالمية بين روسيا وأوكرانيا. بالضبط، مساء الخير. مثلا موعد او لحظه انعقاد هذا المؤتمر تزامنت مع هذه الازمه الدوليه. الازمه تعكس بشكل او باخر اشكاليه الامن الدولي، يعني اليوم الترتيبات الامنيه الدوليه كما تفضل الرئيس التركي، هناك مشكله فيها 5 دول فقط منذ ترتيبات الحرب العالميه الثانيه الى اليوم هي من يحدد الترتيبات الامنيه الدوليه. بعد الحرب البارده لم يحدث اي تغيير على هذه الترتيبات، وبالتالي ما زلنا خاضعين للحظة العام 1945. لكن هذه الترتيبات لم تستطع أن تمنع الحرب الباردة، لم تستطع أن تمنع الأزمات التي نشأت بعد الحرب الباردة، الحروب الأهلية، واليوم نتيجة الإخفاق الدولي، يعني الفكرة أننا بحاجة بنية أمنية دولية جديدة. هذه البنية الأمنية الدولية إما أن تأتي بعد حرب دولية كبرى كما حصلت الحرب العالمية الثانية، وإما أن تأتي نتيجة اقتناع عالمي بأننا بحاجة ماسة إلى هذه الترتيبات الجديدة. اليوم الأزمة الأوكرانية هي تكشف لنا مدى الخلل في هذه البنية الأمنية ومدى الإخفاق الدولي، وبالتالي نحن فعليا بحاجة إلى إعادة ترتيب. الآن ما زال هناك مجال لإعادة ترتيب قانوني وسلمي للبيئة الأمنية الدولية، وإلا أننا سنضطر بعد سنوات أو ربما بعد فترات قصيرة إلى الذهاب إلى حرب كبرى هي من تفضل. تماماً أستاذ عبد القادر، يعني هذا ما دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذا المنتدى. طبعاً هو وجه انتقادات حادة لطريقة تعامل مجلس الأمن الدولي مع الأزمات حول العالم بما فيها الآن الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة. كيف يمكن الانطلاق الآن إلى معالجة كل هذه القضايا وهذا القصور الذي يطال جسم كبير بحجم مجلس الأمن الدولي؟ هو الانطلاق من أزمة أوكرانيا، يعني اليوم تركيا وضعت أساس. تركيا لا يمكن تحملها حل أزمة أوكرانيا منفردة أو تحملها أزمة الأمن الدولي منفردة، لكن هي وضعت أساس. الأساس وهو موقع تركيا من كلا الأطراف، من روسيا، من الناتو، من أوكرانيا. تركيا هي في قلب الأزمة لأنه هناك تهديدات أمنية، حيث أن الحرب تجري على مقربة منها في البحر الأسود. هناك تهديدات اقتصادية، تهديدات ديموغرافية. هذا دفع تركيا إلى أن يكون لها مكان. ربما لا يوجد دولة أخرى اليوم تمتلك هذه المكانة الدولية. إذن تركيا قادرة على بناء جسم دولي أو جسم تفاوضي دولي انطلاقا من مؤتمر أنطاليا. لماذا؟ لأن تركيا اليوم هي على علاقة قوية مع روسيا، على علاقة قوية مع الغرب، لكن انتهجت سياسة نسبية مستقلة عن الناتو، وهذا سمح لها بأن تكون أن تشبك مع روسيا في عدة مناطق في العالم. نعم. لكن مقومات نعم. أيضا أستاذ عبد القادر، نقطة هامة جدا إلى أن هذه الأزمة الآن لربما نبهت الغرب إلى شكل وحقيقة الدور التركي. يعني هذه الأزمة امتحنت الجميع الآن، فدعنا نتكلم عن نجاعة الدور التركي الملعوب في هذه الأزمة وصولا طبعا إلى حل أزمات أخرى. بالضبط. يعني الدور التركي اليوم له 3 أبعاد أو 3 حدود. الحد الأول يفترض على الغرب ككل، لأن ما يجري في أوكرانيا ليست حرب بين روسيا وأوكرانيا، هي يعني بشكل أو بآخر حرب بين روسيا وبين الغرب. إذن الحد الأول حتى نستفيد من الدور التركي وهو أن يقتنع الغرب بأهمية الدور التركي، وبالتالي أن يقدم تفويضا لتركيا لتقود هذه المفاوضات، ثم أن يقدم سلة تنازلات تكون بيد تركيا باعتبارها راعي هذه المفاوضات. هذا الحد الأول. الحد الثاني على روسيا أيضا أن تقدم أولا اعتراف بدور تركيا باعتبارها وسيطا حياديا إيجابيا، بمعنى أنها قادرة وراغبة وفعليا هي الأكثر رغبة في نزع فتيل هذه الأزمة، حيث هي متضررة من كلا الطرفين، من روسيا ومن أوكرانيا. ثم الحد الثالث، تركيا حينها عندما تمتلك تفويضا غربيا وقبولا روسيا بهذا الدور، حينها على تركيا أن تستخدم أدوات الإكراه التفاوضي، بمعنى
أن تركيا مشبكة مع روسيا في كثير من الساحات، في سوريا، في ليبيا، في إفريقيا، في بحر قزوين، في آسيا الوسطى. هنا تستطيع تركيا أن تستخدم أدوات الإكراه التفاوضي لإجبار روسيا على تقديم تنازلات أو على الأقل إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية، لكن بدون تفويض غربي وحضور روسي أو استعداد روسي للتنازل، الدولة التركية إلى الآن أيضا. واضح أستاذ عبد القادر. أيضا في نقطة مهمة جدا، يعني هذا المنتدى في أنطاليا رفع شعار الدبلوماسية في زمن الحرب، بالتالي ما الكفيل برسم مسار دبلوماسي حقيقي على غرار الدور التركي؟ بداية يعني حتى مهما كانت مستوى الأزمة الدولية أو مستوى الحرب على المستوى في أوكرانيا، دائما هناك مجال للدبلوماسية، لأنه لا يمكن حل الأزمات الدولية فقط عن طريق القوى العسكرية. القوى العسكرية تحسم الحروب، لكن ما بعد الحروب أو حتى لإيقاف هذه الحروب نحن بحاجة للدبلوماسية، فهذا مفروغ من هذا أولا. ثم اليوم تركيا ذكرنا أنها الأكثر تأهيلا للعب دور الدبلوماسي، لكن هناك مجموعة من الدول الأخرى وخصوصا التي تمتلك علاقة مع الطرفين، على سبيل المثال إسرائيل، وخصوصا أن إسرائيل هناك إعادة تفعيل دورها في المنطقة. إذا ربما تركيا تكون قادرة على بناء جسم دولي أو كتلة دولية، كتلة دبلوماسية دولية، انطلاقا من مؤتمر أنطاليا الذي حدث البارحة. هدفه هل أستاذ عبد القادر، هل هذا له علاقة لربما باستقبال الرئيس التركي الرئيس الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا؟ مجموعة من الأحداث حصلت البارحة واليوم، أو ما قبل البارحة والبارحة واليوم، استقبال الرئيس الإسرائيلي للاتصال مع الرئيس الأمريكي، استقبال الرئيس الأذري. إذا هناك نشاط تركي واضح لبناء أو لعمل شيء دبلوماسي، لأن الأزمة في أوكرانيا ليست كما ذكرنا ليست أزمة أوكرانية وليست أزمة أوروبية. إذا لم يتم نزع فتيل هذه الأزمة الآن، ربما سنذهب إلى معارك أوسع أو ساحات جديدة تنضم إلى الأزمة في أوكرانيا. نعم، إذا دكتور عبد القادر أهلا بك، ودعني أبدأ من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتدى أنطاليا إلى إنشاء هيكل أمني عالمي جديد. برأيك ضمن أي مسارات يمكن الاستجابة لهذه الدعوة؟ ضمن مسارات الأزمة الحالية، يعني اليوم كما ذكرنا منذ قليل، اليوم لدينا أزمة كبرى، هذه الأزمة تهدد العالم بأسره، وبالتالي نحن البشرية ككل مسؤولة عن هذه الأزمة، عن حل هذه الأزمة. هناك قيادة لحل هذه الأزمة، قيادة دبلوماسية. إذا لدينا بادرة يفترض أن يتم البناء عليها. عدم الالتفاف لهذه البادرة سيقودنا إلى سيناريوهات بالغة السوء. هذه النقطة البداية التي يفترض أن يشتغل عليها الغرب. الغرب اليوم لا يريد أن يذهب هو بنفسه إلى حرب مباشرة مع روسيا، يحاول أن يشتغل بشكل غير مباشر. روسيا تحاول أن تفرض شروطها سواء بالسياسة أو بالعسكر. إذا اليوم الأجواء الدولية كلها متوترة، ليس لدينا إلا البناء على هذه المبادرة أولا، ثم دكتور على الدول المتضررة. نعم. تماما دكتور عبد القادر، إذا كيف يمكن البناء على هذه البادرة التركية والتي تشكل نقطة تحول مفصلي في هذه الأزمة؟ ودعني أربط ذلك بما صرحت فيه بالنشرة السابقة من أن تركيا تمتلك أدوات الإكراه التفاوضي. بأي معنى؟ بمعنى المصالح التركية عندما في العقد الماضي، عندما اضطرت أن أو هناك حالة خذلان نسبي كان من الناتو، فاضطرت أن تعيد توازناتها في المنطقة عموما، حافظت على وجودها في الناتو، ولكن بنت علاقات متشابكة أمنية واقتصادية وحتى سياسية مع روسيا. هذه العلاقات تمتد من وسط آسيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء. هذه أدوات مهمة بيد تركيا للاشتغال عليها. ثم هناك مجموعة من الدول في العالم تتشابه مع تركيا في موقفها، الموقف أنا أسميه حياد إيجابي، بمعنى أنها تدين العدوان لكنها في نفس الوقت لا تريد أن تصعد في مجال العقوبات أو في مجال الضغط، على أمل أن تقوم بدور إيجابي في حل هذه الأزمة. نذكر هنا مثلا الهند، باكستان، تركيا اليوم. إذا هذه الدول من مصلحتها تهدئة الأزمة. ثم هناك دول في أوروبا متضررة أو أكثر تضررا من سواها، لها أيضا مصلحة في تهدئة الأزمة. المشكلة هنا العمل على إكراه أو استخدام أدوات الإكراه في الضغط على روسيا، على الأقل لإيقاف مؤقت للعمليات العسكرية، لإيجاد مكان للحديث السياسي. المشكلة ليست في تركيا وليست في الغرب اليوم، المشكلة في التعنت الروسي، وكان واضح البارحة. يعني
تركيا استضاف عمل اختراق مهم جدا عندما استضاف وزيري الخارجية وهو أول مرة في الحرب، لكن الروسي إلى الآن متعنت. إذن مجموعة الدول هذه التي تتبنى ما يمكن تسميته مؤقتا انحياز إيجابي لها القدرة على الضغط على روسيا لإحداث اختراق. نعم، وأيضا يعني لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دكتور عبد القادر سواء مع الرئيس الإسرائيلي أو حتى الرئيس الأذربيجاني وتفعيل أوراق القوة لكليهما الآن في حل هذه الأزمة. لكن هناك نقطة مهمة، الناتو يفترض على الأساس هناك مشكلة ثقة بين تركيا وبين الناتو. تركيا تحس أن الناتو خذلها في بعض المواقف في الشرق الأوسط، وبالتالي الناتو عليه الآن أن يعالج مشكلة الثقة هذه. هذا أولا. الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة ثقة مع تركيا، يفترض أن يعالج، لأن تركيا هي الآن محور هذه العملية الدبلوماسية. الولايات المتحدة في فترة ترامب أيضا خلقت مشاكل ثقة مع تركيا، إذا الولايات المتحدة أيضا مطالبة بحل هذه الأزمة. بينما تركيا في نفس الوقت تحاول بناء هذا يعني محور إقليمي أو محور دولي هدفه بالأساس الضغط الدبلوماسي. يعني وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي ذهب إلى روسيا، تحدث مع الرئيس الأوكراني. إذا هناك مجموعة من الجهود المتشابهة بين مجموعة طيب جهود متشابهة دكتور عبد القادر، وعطفا على ما تفضل بذكره بخصوص أزمة الثقة الآن، يعني على سبيل المثال تركيا وقفت طويلا أمام أعتاب الانضمام للاتحاد الأوروبي ولكن بمماطلة ودون جدوى. أيضا هذا يعني يؤخذ بعين الحسبان في هذه المرحلة، ولربما إعادة أيضا ترتيب الحسابات والأوراق من قبل الاتحاد الأوروبي بهذه الجزئية. بالضبط، وهو هناك خطاب سابق للرئيس التركي بهذا الخصوص، أنهم إلى متى تنتظرون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هل تنتظرون إلى أن يكون هناك عدوان عليها أيضا؟ إذا الفكرة هو الاتحاد الأوروبي يؤجل موضوع انضمام تركيا. هل في الناتو لم يقم بواجباته بالدفاع عن تركيا عندما تعرضت لتهديدات أمنية قبل 6 أو 7 سنوات؟ الولايات المتحدة فرضت مجموعة من القيود أو حتى قيود مبيعات الأسلحة وبعض العقوبات في فترة ترامب. إذا بالأساس الغرب أيضا مطالب اليوم أن يمنح التفويض لتركيا. نعم، هذه القيود دكتور عبد القادر التي يعني فرضت على تركيا في عهد ترامب تحديدا فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية، هل ممكن أن تنكسر الآن في عهد جو بايدن، تحديدا في ضوء الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام ما بين الرئيس رجب طيب أردوغان وجو بايدن؟ يفترض أن تنكسر، لأنه الغرب الآن يقوم بعملية حماية كل أعضائه. يعني هناك المادة الرابعة والمادة الخامسة لميثاق ناتو تلزم بحماية كل الأعضاء. إذا يفترض أن يتم إزالة هذه القيود، إعادة تفعيل المنظومة الدفاعية الأمريكية لتركيا، لأن المنطقة ككل متوترة. اليوم ما تزال الحرب داخل أوكرانيا، خطأ واحد أو رسالة واحدة أو تحرك عسكري واحد يفهم بشكل خاطئ ربما يقود الحرب إلى خارج أوكرانيا، وبالتالي باعتبار أنه تركيا عضو أساسي في الناتو يفترض أن يتم الاشتغال على تعزيز قواتها الدفاعية. نعم، أيضا دكتور عبد القادر يعني في نقطة هامة جدا، دخول قطر الآن على خط هذه الأزمة طبعا، واللقاءات التي عقدت على هامش منتدى أنطاليا ما بين مسؤولين قطريين وأوكرانيين الآن، ودور قطر المحوري بما يتعلق الآن كونها يعني منجم للغاز في العالم، وأربط ذلك بالتوافق القطري التركي الآن ولربما الذي سوف يفتح مسارات جديدة. نعم، يعني الثقل القطري هو ثقل في موضوع الطاقة، وخصوصا أن أوروبا اليوم كلها متخوفة من مسألة الطاقة. في أي لحظة يقرر بوتين إغلاق الطاقة باتجاه أوروبا هناك سيكون أزمة اقتصادية كبرى في أوروبا وحتى على امتداد العالم. والمناداة الأوروبية بالتخلص من التبعية في مجال الطاقة لروسيا أيضا، هذا ما جاء على لسان ماكرون. المشكلة التخلص من التبعية لن تكون على المدى القصير، لن تكون خلال أشهر، لأنه على لسان ماكرون يحتاجون إلى عام 2027، إذا هناك 4 أو 5 سنوات حتى نصل إلى حالة تجاوز أو الاعتماد على الذات. ثم
حتى لو كان هناك اعتماد على النفط من فنزويلا أو الغاز البحر المتوسط، هذه تحتاج إلى بنية تحتية، تحتاج إلى سنوات. لذلك اليوم في جهد دولي في محاولة التعويض. إلى الآن هناك كبح لارتفاع أسعار النفط، وجدنا أسعار البرميل النفط واقف عند 112 تقريبا أو 113 دولار، لكن هذا مؤقت، لأنه في أي لحظة يدرك الروس أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل العقوبات، ربما يستخدموا هم أيضا الغاز كأسلوب للعقوبات أيضا. نعم، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية دكتور عبد القادر نعم.